تمام. يعني حاسس انه افضل وانا بلف دلوقتي كده انه الباب يكون بس الباب الزوجي هنا، بلاش واحدة في النص، نخليهم يبقوا اتنين بالشكل ده. تمام. ولو كان حجمهم مثلا كبير بعد كده ممكن اقدر اصغره وقت الريندر يعني. اوكي، محتاج بس اقفل الجروب ده تاني. انا محتاج دلوقتي بس عبارة عن الحائط اللي هنا وحوض النباتات اللي هنا ده، وبعدين الطريق، وبعدين اقول له ايزوليت. محتاج ادخل السيارة، فبالتالي هقول له فايل امبورت، فايل امبورت ميرج السيارة رقم 26، هقول له اوبن، اقول لكل شيء، وبعدين اقول له اوكي. هقفل السيارة، حجمها كبير جدا، وهنا هتيجي اقفالة الكاد، ان الاوتوكاد هيقول لي هعمل لها سكيل قد ايه. محتاج بس اقول له جروب لان هي عبارة عن قطع. هفتح الجروب، زي ما انت شايف السيارة الارجل بتاعتها يمين في شمال، واخدة كده زاوية كأنها بتلف، فبالتالي لا هخليها بشكل مستقيم كده. عملت كنترول ومسكتهم الاتنين. لو انت بتتساءل طب السيارة شكلها عامل كده ليه، مع انه المفروض نبقى شايفينها بالشكل ده، فهو عشان عاملها بروكسي. البروكسي بيقلل حجم الملف شوية وبيخليه يبقى سهل في التعامل، خصوصا لو حاجة زي عربية او انت هتكبير منها كتير. لو انت حابب تشوفها فانت هتمسك البلوك بالشكل ده وتروح قائمة موديفاي، هتلاقي ان هو بيقول لك فري بروكسي، احنا هنتعامل مع البروكسي واحنا بندخل الشجر. ولكن حاليا محتاج بس هقول له من هنا من الديسبلاي، هقول له محتاج اقول له شو مش، ابتديت اشوف السياره بشكل طبيعي. طبعا الخامه عندنا فيها مشكله، نقدر نتحكم في الخامه وقت الخامات. برضو الارجل بتاعت السياره بالشكل ده كده ضخمه قوي هي، بس خلينا نشوف فكرتها ان هي ضخمه دي من الاوتوكاد، يعني هنصغرها بس من الاوتوكاد. تمام، خلينا هي موجوده اهي. برضو خلينا برضو نجيب النباتات. لو قلت له فايل امبورت ميرج اقدر اخد كده النباتات واقول له اول، محتاج الاثنين، اقول له اوكي، اقول له لو بيقول لي فيري نيم حاجة موجودة عندك بنفس الاسم، فهقول له اوتو رينيم بالشكل ده كده، خلاص بقت موجودة عندي. اقدر اخدها برضو هنا بالشكل ده كده. لو قلت له بي برسبكتيف وزد، هتلاقي انه مش محتاج منها الجزء ده اللي هو الحوض. الجزء ده محتاج اخد منه النباتات اللي هو اللي هي الاعشاب دي او النجيلة اللي موجودة هنا، ولكن زي ما انت واخد بالك ان في اجزاء غطسة وفي اجزاء بارزة. لو انت حابب تعمل ده هنا مفيش مشكلة نقدر نعمله، بس خلينا بس نحتفظ بده في جنب كده لان محتاج اخد منه الخامة، والخامة هتعامل معها في النهاية، بس مش محتاج ان انا شتت نفسي في كل جزء دلوقتي. هقول له دي اتاش من الجروب، رجع خرج لي دي من الجروب وسيبها في جنب هنا كده برضه. تي توب زد، هرجع اروح من الجنب من هنا. السيارة زي ما انت شايف واخد بالك كبيرة قوي، هبدأ امسح بس الاجزاء دي لانه كان علق لي عليها وقت ما انا عملت ريندر لما كنت شغال المشروع، وقال لي مش محتاج الحاجات الصغيرة دي، هو بس محتاج نفس الريفرنس. لو رحنا هنا ورجعنا هتلاقي ان الريفرنس هو عايز بس النباتات دي، حتى دي بالنسبة له كتير يعني عددها كبير، لا هو كان بس محتاج الاساسيات كده بس. اوكي، ده اللي هنعمله دلوقتي. احنا بس خدنا الجزء دول هنعملهم على انهم قطعة واحدة جروب، دول برضو هنعملهم على انهم قطعة واحدة جروب بحيث يسهل التعامل معاهم، دول كذلك لاني شايف هي قطعة قطعة. تمام، فانا هاخدها كقطعة واحدة كنباتية واحدة كده، وهبدأ اقول له اعمل لي دي جروب بالشكل ده كده. لو خدتهم كده مع بعض وابتديت اخدهم موف، اقدر احطهم هنا بالشكل ده كده، واقدر اعمل لهم سكيل كده بحيث الموضوع يصغر شويه. اعتقد المقاس ده كده هيكون مناسب، اقدر اخدهم موف بس لتحت شويه، دي اقدر اتعامل معاها لوحدها. بعد كده اقدر اخدهم نسخ جنب بعض، بس ابدا اغير بس في ايه، في الروتيت. انا كده خدت شيفت موف انستنس او كوبي مش هتفرق، بس المهم انك تعمل روتيت من الجنب بالشكل ده كده بحيث يظهر لي فيه اختلافات، مبقاش الموضوع واضح ان انت مكبرهم جنب بعض قوي. حاول برضو تسيب مسافات ما بينهم لانه كان مطلوب ما تخفيش قوي الحائط بتاع الايه بتاع الفيلا، يعني خليها بالشكل ده كده. ممكن نلف دول كده، هنا كذلك ممكن اخد نسخه هنا اعمل لها روتيت، كذلك دي ممكن اخدها هنا واعمل روتيت. احاول بس اوزع توزيع كده تكون شكلها منطقي شويه. ممكن اكتفي بكده بس اقفل الجروب بس حاليا بحيث اقدر اخدهم على اول الجزء هنا. ممكن كمان اقول له افكت بيفوت سنتر تو اوبجكت واخدهم كمان تحت هنا بحيث لما اعمل سكيل يسكيل بس من النص من هنا، اخدهم بس على الشمال شويه. محتاج ان انا اخد منهم نسخ، فممكن اقول له اوبن، محتاج اخد كل دول وبالت الغي السلكت عن الاجزاء اللي مش محتاج اخدها سلكت. ابدا محتاج اخد منهم مثلا نسخه اتنين، ممكن اخد نسختين، فاقول له شيفت مو واقول له محتاجهم نسختين.
هنا عدد النسخ واقول له اوكي تمام بالشكل ده كده. حابب بقى راندوم اي روتيت بحيث بس زي ما انت شايف انها تبقى باينه متر يعني انت مكررها قوي يعني تبدا تعمل كده 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 هيبقى في هنا سياره فهتخفي موضوع ان انا مكبر الموضوع جنب بعضه قوي يعني الى حد ما من فوق من هنا كده انا مش شايف اي تكرار ده كويس. اقدر اقفل الجروب كده واعمل لهم سكيل لو احتجت بس يعني اوكي مفيش مشكله بالنسبه لي. برضو هاخد مجموعة كده مثلا وهبدأ أقول له مش محتاج الباقي ده ومش محتاج الجروب الأساسي محتاج أخد الكلام ده كله شيفت موف الناحية التانية كنترول زد شيفت موف هنا سبحان الله جم بالظبط ده كويس. بعد كده هقول له كلوز للجروب ده بالشكل ده كده. موضوع السيارة ممكن أطلع توب زد وأرجع دلوقتي من الأيزوليت بقيت شايف السيارة الكاد عندي هنا أقدر أعمل دي روتيت بنفس الاتجاه كده لأن هو ده الاتجاه الصح بتاعي. بعد كده أبدأ أعمل لها سكيل بس أخدها موف هنا حيث إنه وأنا بعمل سكيل أقدر أعملها على نفس سكيل الكاد. لو أنت مش عارف أبعاد العربية إيه تقدر تدخل على جوجل وتكتب بس أبعاد السيارات هو هيجيب لك أبعاد السيارات. لو أنت عارف دي نوعها ايه بي ام تقدر تكتب ابعاد سيارات بي ام هيجيب لك بعد السيارة دي تقدر تعدل على نفس المقاس. بس يعني الموضوع بمجرد ما انت بتوصل نفس السكيل كده خلاص الموضوع بقى كويس. هقدر بس اركنها كده جنب الفيلا بعدين انزل كده من الفرونت محتاج احطها على الارض قال له واير فريم بقيت شايف البلاط بتاع الارض اللي هو الرصيف اللي هنا ده محتاج اخد السيارة دي تحت هنا كده اوكي بالشكل ده. محتاج انسخ منها نسخة كمان فمحتاج اخدها شيفت موف محتاج اقول له انستانس طبعا لان لما هحتاج اعدل فيها هبقى محتاج ان هي تتعدل في كل السيارات الموجودة في الفايل اقول له اوكي بس محتاج اطلعها برا الطريق بحيث يكون عندي فيها سيارة ماشية مسرعة وفي سيارة هي واقفة بس كده ايه مركونة قدام الفيلا. ممكن امسك الباب بس واقول له بي برسبكتيف زد وابدأ الف كده شوية عشان ابص على الفيلا عندي تمام. السيارة دي هتكون مسرعة فبالتالي مش هتكون شبه دي اطلاقا يعني ده هيبقى معمولها موشن بلر ان هي بتمشي بتتحرك دي هتكون واقفة فهيبقى بين التفاصيل بتاعتها اديني شكلها لطيف اوكي. طيب كان في هنا جزء اللي احنا هنبقى ناخد منه الماتيريال من هنا نحطها هنا. لو انت حابب تعمل نفس الجزء ده بالتعريج اللي فيه التضاريس اللي فيه ان في اجزاء طالعه وفي اجزاء نازله احنا كده كده هنستخدمها في الجبل اللي هنرسمه هنا ولكن خلينا كمان نيجي نعمله هنا كمان. هاخد بس الجزء ده كده اللي هو الاحواض واقول له ايزوليت هطلع توب زد هقول له من هنا ديفولت شيدد لا هقول له واير فريم ومن واير فريم هبدا ارسم. طيب ارسم ايه هرسم فيس واحد. لو هرسم فيس واحد يبقى انا مضطر ان انا اعمله بالبلان هقول له بلان وبعدين هفتح السناب وبعدين هروح من هنا لهنا كده وبعدين برضو هرسم واحد تاني من هنا لهنا بالشكل ده كده. لو نزلت تحت هتلاقي ان البلانات دي اترسمت على الصفر فهي تحت انا محتاج ان انا ارفعها فوق بالشكل ده كده. محتاج كذلك ادخل هنا اعمل سيلكت على كل حاجة هنا وهبدأ بالت الغي سيلكت عن الحوض بعدين اخد الجزء ده فوق. حاليا هو ستريت مفيش فيه اي تقطيع اقول له اجي فيس بس بص مفيش فيه اي تقطيع ولا اي حاجة خلينا نعمله لونه اخضر وبلاش اخضر بنفس درجة النباتات خلينا نقول له اخضر بالشكل ده كده والنباتات هنعملها اخضر فاتح شوية. انت شايف كده مفيش اي تقطيع فانا لو حبيت اديله النويز اللي هي بتخليني اعمل تضاريس في اي شكل مش هقدر اعمل كده. فلو جيت من هنا عملت موديفاير نويز او دخلت من موديفاي وانا ماسك القطعة دي قلت له من هنا نويز برضو مش هيشتغل معايا. خلينا كده نجرب. لو انا خدت الاثنين مع بعض كده وقلت له حط لي موديفاير نويز ما عملش اي حاجه ده لان لسه انا ما عدلتش في القيم هنا. طيب خلينا نعدل خلينا ندخل على الاستيرنس من هنا كده ونبدا نعمل هو بدا يعمل شيء بس طبعا بايظ لان ما فيش عندي سيجمنت فلازم ادخل هنا واقول له من البلان ده محتاج ازود سيجمنت بالشكل ده ومحتاج ازود سيجمنت بالشكل ده كذلك هنا محتاج ازود سيجمنت. لو رحت من هنا هبدا اقول له السيجمنت بتاعتي ازود كده بالشكل ده. طيب ابدا امسكهم الاثنين كده مع بعض وارجع تاني اغير كده في الارتفاع من الزد لما بزود شده في الارتفاع عندي بتبدا تظهر تضاريس كده بس التضاريس دي يعني ناعمه قوي ناعمه قوي اكنك بتعمل حاجه شبه موج مثلا تمام موج في البسين لان الموج البسين هو اللي بيبقى هادي شويه زي ما انت شايف كده. فلو انا نزلت من هنا هتلاقي فيه هنا طلعت فوق في البارامتر بتاعتي هلاقي فيه هنا حاجه اسمها سكيل. السكيل ده بقدر اتحكم في السكيل بتاع الموجه دي نفسها لما بقللها شويه بتبدا تعمل لي
التضاريس اللي انت شايفها. مش هقلل قوي يعني، ممكن اقلل بالشكل ده كده يكون كويس زي ما انت شايف كده تمام. هو بس تضاريس بسيطه كده في الايه في الحوض كده كده برضو مش هتبان، بس خلينا ناخدها هنا عشان بقى قلناها هنا وهنقولها تاني في الجبل لما هنشتغل على الجبل بعد شويه. السد طبعا تقدر تغير فيها، بيغير زي ما انت شايف كده ايه كانك بتعمل انيميشن مثلا او حاجه تمام. انت بتغير بس شكل المناسيب يعني فاهم. اوكي بتختار بس المناسب ليك شكرا. بعد كده هقول له الغي الايدج فيس، هتبقى انت شايفها بالشكل ده كده. لو طلعت من الطب هتبقى شايفها بالشكل ده كده تمام. اتمنى تكون شكلها كويس بي زد. لو رجعت من الايزوليت دلوقتي ومسكت برضو الباب، بمسك الباب ليه؟ لانه في سنتر المشهد بتاعي، لما بضغط بي زد ببقى واقف في السنتر بالظبط تقريبا. لو جيت خدت الزوم من هنا وابتديت بدل ما اسكرول ارجع لورا كده واضغط على الالت مع السكرول بتاعتي وابدا انزل لتحت واطلع لفوق شويه، لما بضغط على السكرول بس واسحب لفوق كذلك ارجع ورا شويه كده بالزوم اوكي اطلع لفوق شويه كذلك سنه بسيطه ممكن ارجع لورا اوكي. يعني هيكون عندنا كاميرا اساسيه اللي هي الكاميرا دي كده. خلينا دلوقتي قبل برضو ما نشتغل في الخامات، مش عايزين ندخل في موضوع الخامات، هنسيبه بس لوحده في الاخر، مش عايزين نشتت نفسنا قوي. لسه في عندنا تقفيل هنا، محتاجين مثلا زي شجره وجبل، لانه المكان المنطقه اللي هي فيها هي عباره عن جبل، فهنعمل جبل كده بسيط. مش لازم يكون برضو معنا صوره ريفرنس من المكان، ولكن على قد ما نقدر احنا بنعمل جبل. لو معاك صوره من المكان فده بيكون افضل، بتعمل نفس الجبل بالظبط بتحطه ورا. في بعض الشغل ببقى صاحب العمل بيبقى ما عندوش مشكله انك تحط مباني، ولكن في الشغل المعماري او الخاص بالمكاتب العميل ما بيحبش يشوف غير الشغل بتاعه. يعني انا بعمل الفيلا بتاعتي بقى انا عايز اشوف الفيلا بتاعتي بس، مش عايز اشوف مباني حواليا، مش عايز اشوف فيلا حواليا ولا الكلام ده، الا بس في حاجه واحده لما باجي اعمل مثلا كومباوند فباجي اكرر الفيلل جنب بعض، ده ما فيش مشكله. لكن المشاريع دايما الخاصه اللي بتبقى زي دي كده، لا العميل بيوافق ان هو يشوف اي مبنى جنبه، ولا كمان لو انت واخد المشروع ده فريلانس من مكتب مش هيقبل باي شكل ما ان انت تحط له اي مبنى جنب المبنى بتاعه لا. عشان كده الحاجة الوحيدة اللي هنستخدمها في التقفيل هي الشجر، وكمان العربيات لو انا بحط عربيات بحيث تقفل لي المشهد ما بقاش شايف كده فراغ قدامي، وكمان الجبال لان المنطقة هنا جبلية شوية. لو كانت مثلا منطقة مش صحراوية يعني او جبلية كنت ممكن استخدم نباتات شجيرات صغيرة كده بدأ اقفل حوالين المبنى تمام. ده انا بشرح ليه احنا هنعمل جبل وليه هنحط شجرتين بس، ليه مش هنحط مباني حوالين المبنى بتاعنا، لانه ده مرفوض. انت استحالة هتشتغل لحد وهيوافق انك تديله ريندر وفي مبنى جنب المبنى بتاعه، مش هيوافق، هيقولك لا شيل ده تمام. ما انساش اقول له كنترول اس او فايل سيف. نبتدي نشتغل دلوقتي في الجبل اللي هيكون هنا في الخلفية، بس هيكون بيمتد معايا من هنا ومن هنا كده، بحيث اسيب مسافة بس من الجنبين من هنا كده شوية. ممكن اعمل بس بلان كده من هنا. بعد كده محتاج ازود العرض بتاعه بحيث يقفل معايا يمين وشمال الفيلا. ممكن ازود كده العرض شوية، ممكن اخليه بدرجة لون بني غامق كده يديني بس احساس ان هو ايه يعني جبل كده. ممكن ازود العمق بتاعه، ممكن نلغي السناب بس عشان نتعامل شوية بشكل اسرع. يعني بالشكل ده كده هيكون كافي جدا اعتقد. لو احتاجنا نزود شوية ما اظنش هيكون فيه مشكلة باذن الله. حد هنا مثلا حاول بس اجيبه كده لاول طريق بتاعي بحيث يبقى الطريق مكمل معايا كده. اتاكد ان انا معايا الايدج فيس بما فيه الكفايه يعني، فممكن اروح اقول له ايدج فيس تمام. ممكن ازود اكتر كده شويه، مش قوي يعني لانه المفروض ما تبقاش ناعمه برضو. بعد كده محتاج اقول له بس ايديت بولي. في الايديت بولي ده محتاج امسك الفيرتكس، ولما همسك الفيرتكس محتاج ان انا اظبط شويه السوفت سيليكشن. لو انا رحت من هنا كده هلاقي في حاجه اسمها سوفت سيليكشن، لو فتحت القائمة كده هقول له يوز سوفت سيليكشن بحيث تتفاعل معايا بالشكل ده كده، وبعد كده هبتدي ازود. شوف لما همسك مثلا جزء مثلا وليكن زي ده كده، لما هبتدي ازود دلوقتي هيبدا ياخد معايا السيليكشن اللي انا ماسكه بس كذلك واخد اجزاء هيرفعها معايا بشكل ابطا شويه. بمعنى لو انا جيت دلوقتي انا عملت سيلكت على الجزء ده، شوف انا عملت سيلكت لحد هنا، لو جيت ارفع الجزء ده بص بيعمل ايه. ده مختلف عن ان انا ارفع بس كده من غير سوفت سيليكشن، اهو لغيته شايف الرفعة بتاعتي عاملة ازاي، فدي مختلفة عن ده طبعا تمام. اهو بقدر اقفله وافتحه
اقدر اتحكم فيه براحتي. طبعا انت مش هتبقى محتاج يعني ارتفاعات قويه قوي، احنا برضه هنبقى محتاجين نشوف ايه اللي وراه، يعني ممكن يبقى حاجه زي كده كمبدا. بعد كده محتاج بس انك تيجي تمسك نقطه واحده مثلا وتبدا ترفع كده كده. وان كان ان انا بحب اخد الخطوه دي اللي هي مساله ان انا ابتدي اعمل التضاريس دي وقت ما بحط الكاميرا هنا، بس مش عايزين نسبق برضه الاحداث بالنسبه لك. يعني انا بحب دايما يبقى في كاميرا كده، وبعد كده ابتدي اشتغل على الكاميرا دي، يعني ايه اقفل الكاميرا بتاعتي بحيث الموضوع ما يبقاش مفتوح معايا، مش قاعد افضل ارفع حاجات وانا مش عارف المفروض دي تكون مرفوعه كده ولا لا. المفروض تكون مرفوعه بالنسبه لزاويه الكاميرا، يعني فاهمني، انا بحاول اخلي المكان شكله جميل. محتاج ازود شويه العرض لانه شايف لما هنزل كده هتبقى بتقطع معايا هنا، فاهمني، في المستقبل يعني لما هنحط كاميرا هتبقى بتقطع معايا. لا محتاج العرض شويه يزيد كده بحيث ان ما تقطعش معايا. حاليا دلوقتي ممكن ازيد شويه بقى الخطوط اللي هنا دي لان كده قليله بالنسبه لي شويه، فممكن الغي بقى الايديت بولي لانه هيشوه لي الدنيا قوي. ممكن ابتدي ازود شويه الخطوط هنا، هضيف الموديفاير ايديت بولي تاني، وبعد كده هبتدي دايما هاخد بس الجزء اللي هيقفل معايا المشهد من ورا، تمام، اللي هو الجزء اللي ورا ده. بلاش اخد برده من الحافه قوي، خليني اخد من هنا وانا فاتح السوفت سيلكشن وسويته بالشكل ده كده. ده ليه؟ عشان لما اجي ارفع كده ما يبانش معايا ان الحافه دي قطعه، يبان ان هي نازله كده شويه من ورا. برده هروح نفس الحركه كده من هنا، تمام اهو. لو فرضنا ان في كاميرا هنا فانه ده هيكون مناسب. لو ابتدينا بقى نعمل شويه تضاريس كده هنا، ده مبدئيا كده بس بايه لحين ما نشوف احنا محتاجين نعمل ايه بالظبط، تمام، ايه الحتت اللي هتحتاج ان هي تترفع شويه، ايه الحاجات اللي هي تحتاج ان هي تنزل شويه، كل ده ممكن نعمله بس لما نحط الكاميرا ونبدا نشوف الزوايا بتاعتنا محتاج نقفل فين بس، تمام. يعني مبدئيا كده هحاول ابعد خالص عن فكره ان انا ابوظ الحته دي. ممكن ناخد من هنا شويه، خلي الموضوع بس يبقى راندوم اكتر، تمام. اعتقد كده انت لو بصيت عليها من قدام هتلاقي الدنيا شكلها لذيذ شويه. يعني لو لغينا كده السلكشن من هنا وابتدينا نبص هنا كده مع ان نلغي بس الايدي فيس، تمام، يعني هتكون بالشكل ده كده قوي مرفوع، ده عادي مفيش مشكله. ممكن تيجي تاخد الجزء ده كده وتنزل بيه تحت كده، تمام. خلينا ناخد جزء بسيط كده، ناخد ده نرفع كده شويه. اعتقد كده بالنسبة لي لحد ما كده لذيذ جدا، مش محتاج اكتر من كده. هحتاج كمان اضيف شوية تفاصيل بسيطة كده، تمام، واللي هي ان انا ممكن اروح من موديفاي وانا ماسك الجبال بتاعتي او المناظر اللي هتكون ورايا. مش محتاج طبعا اضيف تفاصيل، يعني لو انت عايز تضيف اكتر تفاصيل ضيف، بس كل ده زي ما بقولك ده مجرد بس ان هو هيبان في الرندر كده حاجة عابرة كده يعني، تمام، يعني مش حاجة أساسية يعني عندي. ممكن أضيف بس اللاير هنا كده، لو أنا مسكت البلان كده لازم أقول له يس من هنا. لو أنا مسكت البلان ده أقدر أحط له النويز اللي احنا لسه واخدينه قدام هنا. أبدأ برضو أنزل من هنا كده أزود شوية ارتفاع الزد، ممكن أخليها 30 سنتي حاجة كده، يعني 30 سنتي بالنسبة للجبال كده هتكون لذيذة. مع أنه دلوقتي بقى أبدأ ألعب في السكيل، لو أنت عايز تصغر تمام، لو أنت عايز تكبر براحتك بالشكل ده كده مثلا. اسهد برضو بالشكل ده كده، اعتقد يعني كده برضو هتكون شكلها افضل، تمام. ممكن هنا اخد بس نسخة بسيطة كده كلون، اقول له كوبي واقول له اوكي، هخليها تكون باللون الاخضر، تمام، الاخضر بالشكل ده كده. دي بقى هخلي فيها النويز يعني اقوى شوية، ممكن اخليها مثلا 40 او 35 بالشكل ده كده، تمام. بعد كده ممكن انزلها بس تحت سنتي، خلينا كده نجربها، نقول له سالب سنتي، اوكي، يعني لذيذة شوية. ده ليه؟ ده عشان بس تبقى في مناطق مختلفة، يعني دي مثلا هتبقى مناطق صخرية، ممكن احط هنا مثلا زي نباتات لونها مصفر شوية في الحتت دي، طبعا ما انت هتوزع يعني فتبقى واضحة معايا هنا. طبعا انا بتكلم كل الكلام ده بيت ماب لانه مش هنحط هنا، مش هنشتغل اي بلاجنز، يعني مش هنشتغل فورست احط هنا نباتات واحط هنا مثلا صخور، لا الموضوع برضو احنا حاجة مودرن والموضوع بسيط قوي، مش محتاج تفاصيل قوي في اللاندسكيب، محتاجها ان هي تخلص في اسرع وقت وتترندر باسهل طريقة، تمام. فده بالنسبة لي هيكون كده لذيذ. بس الحتت الخضرة هنا لو انا حسيت ان هي كتير ممكن ابدأ انزلها لانه مش محتاج مثلا في الجزء الخاص بالارتفاعات الحتت المرتفعة دي انه يكون فيها حتت خضرة كتير بالشكل ده كده، فممكن امسك الجزء الاخضر ده واروح من الايديت بولي همسك الفيرتكس او من هنا براحتك، السوفت سيلكشن شغال معايا وابدأ بس ايه خدها كده.
يعني عايزها موجودة بس مش موجودة فوق. ماشي، خلينا ممكن اضغط كليك يمين افضل وابدأ انزل كده. تمام، يعني لو في جزء او جزئين بس ما فيش مشكلة، انما اكتر من كده لا. تمام، بحيث ان هي تكون بس موجودة تحت هنا كده. كده الشجرتين اللي انا حطهم هنا هيقفلوا الدنيا خالص. ممكن اقوله طب زد، وهبتدي بس اعمل امبورت للشجر اللي انا هشتغل بيه. هروح بس هنا، هتلاقي فيه هنا فولدر، الفولدر ده هتلاقي فيه المابس والرندر بتاعت الشجر بتاعك، وهنا النسخ الفيري الخاصة بالماكس دوت ماكس. تمام، انا محتاج اخد البيت ماب كلها، موضوع بسيط قوي. يعني هروح على الفولدر بتاع الشغل بتاعي، هحط فولدر جوه فولدر، مفيش مشكلة. يعني جوه الفولدر ده لو في فولدر تاني مفيش مشكلة. الافضل يعني انك بلاش فولدر جوه فولدر جوه فولدر، تاخد الماب من هنا كلها تحطها هنا وخلاص، بلاش يبقى في فولدر وجوه فولدر جوه فولدر، بيبقى مرهق شوية. الريندر بتاعك ممكن تفتح بس الصور، واختار يعني حاجة تكون مصفرية شوية، برضو ما تبقاش خضراء قوي. حتى لو انت خدتها مثلا زي كده مثلا ممكن تصفرها شوية. وهنا في معلومة مهمة جدا، انه الشجر بيبقى مطلوب بالاسم. يعني لو انت بتشتغل في منطقة معينة او في مكان معين لازم تقوله دي الشجرة دي ايه. تمام، في بعض الشغل، في الشغل هنا ما طلبش مني شجر معين غير بس الجزء اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو قدام هنا ده. تمام، ده النباتات دي بس اللي طلبت بشكل كده، يعني انا عايز ده. تمام، في بقى شغل تاني، لا حتى الشجر اللي انت هتحطه في المكان في اللاندسكيب بيبقى مطلوب، واللاندسكيب بيصورها لك ويقول لك انا محتاج اللاندسكيب بالشكل ده كده بالظبط. تمام، لانه هينفذ اللاندسكيب. انما هنا فاكيد في الشغل بتاعنا ده اكيد المهندس مش هينفذ اللاندسكيب، هينفذ بس الواجهه وهي الواجهه الاماميه بس، فبالتالي هو مش عايز اي كلفه، فبالتالي هو مش عايز اي تكلفه في الديزاين، هو بس عايز الديزاين الحته الاماميه بس. برضو ساب لك مساحه انك تحط اي شجر، فانت بتحط الشجر المناسب. طبعا هو مش هيبقى مناسب للبيئه بتاعته حاليا للمكان، ولكن احنا بنحط شجره بس نقفل بيها. لكن بس بنوه انه اكيد وانت شغال هيتطلب منك، هيتقال لك حط الشجر الفلان الفلاني، بتسيرش عليها في جوجل، بتعرف شكلها عامل ازاي، وبتبتدي بعد كده تدور عليها. تمام، يعني هنشوف بس حاجة يكون شكلها ضخم كده، يعني مثلا حاجة زي كده هي ضخمة شوية فبتقفل، انك هتحطها مرة واحدة خلصنا، مش محتاج ان انا كبير منها اكتر. انما مثلا حاجة زي كده فبتبقى رفيعة قوي وطولية، فدي ممكن اقفل بيها لو انا محتاج اعمل طبقات تانية، لو انا محتاج احط شجرة وراها، فدي اعلى شوية واطول، فاقدر احطها ورا الشجرة اللي انا هحطها دلوقتي. لكن دي برضو بتفرش كده فبتقفل معاك مرة واحدة. خلينا هنقول هناخد دي رقم كام، دي 5 مسافة 3، انا هاخد دي، هرجع هنا هروح للفري، الفري هنا هتلاقي 5 مسافة 3، نفس الاسم، نفس الاسم اللي موجود هنا. تمام، 5 شرطة 3 هو ده. اوكي، طيب انت بالخيار انت ممكن تاخدها هنا، احنا كده خلاص اصلا مش محتاجين العربية ولا محتاجين النباتات دي، ممكن تاخدها هنا وممكن بلاش انسخها. يعني انا ممكن اخد اللينك، انا عارف رقم 3، هروح على ماكس، هروح اقول له فايل امبورت ميرج، هقول له كنترول في انتر، محتاج اخد رقم 3، هقول له اوبن. طبعا هو هتلاقيها متقسمه وهتلاقي في ملفات تكست، فالتكست هتلاقي بس باسم الشركه يعني اللي عملت الديزاين بتاع الشجره، الموديل يعني 3 دي بالشكل ده كده. انت لو خدتها بره هنا هتلاقي موديل الشجره وهتلاقي مكتوب تحت كتابه بالشكل ده كده. تمام، ما بيتعملش عليها سيلكت، ليه؟ لان ما عمل لها فريز. كليك يمين وهتقول له انفريز اول، هتيجي تمسكها هتتمسك، تقدر تمسحها. لو بصينا على الشجره سريعا هتلاقي الشجره عباره عن جزئين، هذا الجزء الاولاني اللي هو الاغصان، وهذا الجزء الثاني اللي هو الورق. لو كنترول زد رجعت تاني هتلاقي كل حاجه رجعت في مكانها. انا محتاج الشجره عشان اقدر ان اعمل لها فري بروكسي ان هي تكون قطعه واحده. يعني ايه؟ يعني امسك الجزء ده واقول له لو سمحت انا عايز اروح موديفاي، من موديفاي من هنا هروح على حاجه اسمها اتاش. خد بالك احنا كنا بنعمل اتاش في الجروب، وكنا بنعمل دي اتاش في السبلاين لما عملنا السبلاين. حاليا انا عايز اعمل اتاش، عايز اضيف جزء، هضيف، هقول له ضيف لي الجزء ده للاليمنت، واقول له خلاص ضيفهولي بالشكل ده كده، خلاص بقت قطعه واحده. ايه عشان اقدر بعد كده اعمل لها بروكسي. تمام، لو انا جيت هنا بس ضغطت 7 في الكيبورد هتلاقي ان المشهد بتاعي 8 مليون. لو ده مناسب، 8 مليون مناسب للرامات بتاعتك وللجهاز بتاعك، تمام خلاص اوكي. انت لو جيت كبيرتها تاني هتلاقي ان الموضوع، شوف يعني ده 8 مليون ومية ومتين تقريبا، فهي بتزيد برقم مش ضخم قوي اهو، 8900 بالنسبة لي لذيذ. بس خلينا نعرف
عشان نبقى عرفنا بس الدنيا دي بتتعمل ازاي. هنا حاجه كمان محتاج نعملها ديليت. اوكي انا دلوقتي عملت الاجزاء بتاعتي بتاعت الشجره كلها اتشمها بعض، تمام. محتاج اعمل ايه تاني؟ محتاج اقول له بس ان انا عايز اعمل لها فري بروكسي، تمام. كليك يمين واقول له انا عايز اكونفرتها تبقى فري بروكسي. طبعا انت لما تضغط كليك يمين حاليا دلوقتي مش هتلاقي البروكسي، يعني هتلاقي حاجات ملهاش علاقه بالبروكسي. طيب انا اضيف ازاي بروكسي لكليك يمين؟ تقدر تضيفه في اي حته، تمام، ولكن انا تعودت عليه في نسخ الفري القديمه ان هو بيكون كليك يمين، بقدر ان انا اجيبه من هنا على طول مره واحده. فمحتاج طبعا انت لو رحت كونفرت تو مش هتلاقي هنا برضو بروكسي، تمام، وانا اصلا ما ضفتوش لسه، فبالتالي هنضيفه مع بعض. هقول له من كاستمايز، هقول له كاستمايز يوزر انترفيس. من كاستمايز يوزر انترفيس انت حابب تحطه فين بقى؟ حابب تحطه طول بار، حابب تحطه فين؟ شوف زي ما تحب. انا حابب احطه في كليك يمين، شايف كليك يمين، رحت هنا بقول له انا شايف هنا بيقول لك انت عايز تحطه فين، في كليك يمين تحت القائمه اللي بتظهر تحت اهي، وبتلاقي كونفرت ومفيش هنا كونفرت بروكسي، تمام، بري. فبالتالي انا هدور عليه هنا، ابتدي ان انا بس انزل تحت هنا كده ادور على اول حرف الفي. اول ما اوصل لحرف الفي هتلاقي هنا الفري بروكسي اهو، فري اكسبورت مش تو فري، اللي هو الفري بروكسي ده انا محتاج اخده. لو انت عايز تعمل قائمه جديده تقدر تعمل يعني مجموعه تبقى منسدله كده بتعمل لها حرف الزائد. لو انت مش محتاج، انت بس محتاجه كده تحطه في القائمه هنا خلاص، هو كده اتحط خلاص، وبتقدر تقول له اوكي، تمام، بس كده خلاص اتحط مفيش مشكله. اقدر اقول له دلوقتي اكس، هاخد بس البلوك ده بتاعي ايزوليت، وكل اللي هعمله ايه كليك يمين واقول له فري مش اكسبورت ويز ماتيريال. هنا بيقول لي انت عايز تعمل الاكسبورت بتاع المش ده فين، هقول له بريفيو، وهبدا اختار بس الفولدر بتاعي، الفولدر اللي هو فين، اللي هو ده احطه هنا. ليه؟ عشان لو نقلت فايل الماكس من الجهاز هنا لاي جهاز تاني يقرا معايا البروكسي، لو كمان بشتغل على شبكه تتنقل معايا. طبعا الشجره الواحده 7,000,095 بوليجون زي ما انت شايف كده. بعد ما نعمل اكسبورت خلاص الدنيا هتمشي، يعني هتخف شويه. انا دلوقتي مش هعدل اي حاجه، كل اللي هعمله بس هضغط هنا اكسبورت وهستنى عليه شويه بس يخلص. ثواني بالشكل ده هتلاقيه خلص وهتلاقي الشجره كده، تمام. لو مسكت الشجره ورحت من هنا، رحت قلت له من هنا ديسبلاي، هتلاقي ان اخر سيتنج كنت انا عملتها للشجر للعربيه ان انا قلت له شو مش، لا انا هقول له دلوقتي شو فيس، فبالتالي هي هتبان بس عباره عن فيس. هتلاقي ان ال7,000,000 وشويه دول او ال8,000,000 دول نقصوا جدا، لو رجعتهم تاني هتلاقي 7,900,000. بص طبعا ده فرق كبير جدا، هيريح معاك الفايل. حاليا هقول له بس محتاج لا تكون موجوده معايا بحيث ان انا اقدر احطها في مكانها بالظبط، تي توب زد. بعد كده هبتدي بس ارجع من الايزوليت. طبعا الشجره حجمها بس صغر شويه، اقدر ان انا اعملها سكيل عادي. النباتات والشجر مفيش مشكله انك بتعمل سكيل، حتى الستاره مفيش مشكله برضو، ولكن الفرنتشر لا استحاله تعمل لها سكيل. طبعا هاخدها كده في مكان مناسب، وهنا برضو هاخدها في مكان مناسب. انستانس طبعا محتاج بس تبين اختلاف عن الشجره الثانيه، هلفها كده روتيت، محتاجه برضو تبين اختلاف اكتر، فهعمل لها سكيل، تمام. برضو همسك الباب من هنا وبقول له بي زد، هبدا اظبط نفسي. كل اللي انا بعمله ده بس عشان مش محتاج ان انا احط كاميرا دلوقتي ونتشتت في حاجه مختلفه عن اللي احنا بنشتغل فيه، تمام. كده هبتدي اخد دي يمين شويه كده مثلا، ودي لو انت حاببها كده تمام، لو مش حاببها كده ممكن تاخدها كده شويه. حابب تضيف بقى شجر كمان ضيف، بس برضو المهندس اللي مديني الشغل ده انا اشتغلت معاه كتير، فانا عارف ان هو بكتير قوي هيوافق على شجرتين، اكتر من كده هيقول لي خف الشجر شويه، تمام. فانا عشان ما ارجعش رندر تاني بحاول ان انا احط الحاجات بس اللي هتكون مطلوبه، اللي انا عارف ان ده هو اللي هيكون مطلوب بس، تمام. يعني بحبيت احطها كده يعني براحتك، تمام. المهم في النهايه الاظهار بتاع المكان يكون شكله حلو.